مشاهدينا احنا موعدكم مع نيتشر، واليوم معي مارك بيروتي مثل العاده، وموضوعنا عن الايكو فريندلي ايستر، يعني عيد فصح صديق للبيئه. صباح الخير مارك. سبب اكيد هلا عندنا كراتين البيض وقصص بدنا نستعملهم، كيف ما نكبهم؟ مزبوط، هو الفكره انه من الحلقه انه بعدنا نحن بلبنان بكريزة الزبالة، يعني لو ما عم نحكي بقى كثير عنها قد ما لازم، بس بعده في كثير، إذا ما بتعرف تخيلي قد في مشاكل بعده فيها، مثلا الإزاز بعده ما بنعرف شو بدنا نعمل فيه، أو في كثير مشاكل. نحن كل واحد منا مثل دائما بنقول في يعمل بارت صغيرة، يعني أكيد من الموضوع نجرب، أكيد بركي الشيء رح نقول اليوم مش الكل رح يعملوه أو بحبوا يعملوه، بس نجرب إنه نعمل هذا الشيء. فبالفصح إذا واحد بفكر، يعني عنوال مثلا نحن بكون عندنا كثير كراتين الأول، شو اسمه الملف فيهم الكادويات، رح نكب كثير منهم بالفصح، رح يكون في كثير بيض، رح يكون في كثير كرتون يلي كريتين بيض، فهو كان بروحوا على الزباله. فنحن حيلا شيء من هالقصص اللي فيها نعطيهم حياه ثانيه بنكون عم نساهم بيئيا، كمان بيكون فكره أكيد. من حدا رح نعطي افكار. اذا بعض الاشخاص بيعملوا هيك شيء بيبعثوا لنا اياهم على فيسبوك بيج، بنفرجيهم بالحلقه الجايه نحن السبت كمان بنشوف ساعتها. فرح نفرجي مثل اللي عملنا بنوال فتره نوال 100%. رح نفرجي كثير صور، كثير افكار شو نعمل بالكرتونه يلي بيجوا فيهم البيض هيك ما بنكبهم، رح نحط الصور نبلش تشوفهم. هون بالاول عم نشوف كمان كيف رحنا مثلا فينا نزرع بالبيض، يعني ان كان فينا نحط بذر، ان كان فينا نحط شتل صغير بعدين بشل شوي. الاولاد كثير بحبوا، يعني اذا حطوا مثلا بذر بقدونس او بذر حيالا شيء بفرخوا يعني بعدين. وفينا نعمل اوقات سانتر دو تابل فيهم، ليك هي الصوره شو حلوه، يعني بالكرتونه بحد ذاتها بنشتري شتل كثير صغير دي سيكولانت او مثلا هيك كاكتوس صغير، وهيك بنشوف كيف بيطلع سانتر دو تابل، يعني طالع حلو الفكره يعني كيف معموله. هلا في ناس بيروحوا ابعد، بعد شوي رح فرجيك قصص كمان كثير قويه، مثل هون كمان معمرين كذا كرتونه بعدين زارعين بوجهها، او حتى قصص فور فان. يعني بدك ارجع فرجيك الصوره قبل؟ يا حيه هون معمرينها هيك بطريقه مهضومه، وفي كثير قصص بيعملوهم لاولاد صغار، يعني مثلا هون عم تشوفي كيف بيعملوا تلشوني بلونوها، هون كمان افكار كريتين البيض بحطوهم كمان باستوديوهات تسجيل الصوت 100%. هلا على الحيطان تجاوب على قبل ما نكمل بهيدا، انه في شغله كثير مهمه، في كثير لما نحن بنفرجي هيدا الصور بيقولوا ما بنرجع بعدين بيروحوا على الزباله. هي الفكره من الريوزنج، هو قد ما فينا نحن ناخر لشغله تروح على الزباله. في منهم رح يروحوا على الزباله، منهم لا، يعني اوقات لما نحن زباله نحولها لشيء ارتستيك مثلا بيبقى. هلا هون مزبوط بركي يرجعوا يكبوها، بس بتتاخر لتروح، هيدا كثير مهم بالسيكل كيف نحن بنكب الزباله. هون كمان عم نشوف مثلا كب كيكس محطوطين فيهم برزنتيشن بطريقه ثانيه، هيدا اذا بتفكر فيها مزبوط بركي تروح على الزباله، بس كمان كنا رح نجيب شيء ثاني تنحط فيه الكب كيكس، كنا رح نعمل زباله كمان بطريقه ثانيه. بس لازم نحط اوراق مع الكب كيكس لانه البيض أكيد. اكيد اكيد انا بخاف من البيض. ليك الفكره شو حلوه ليلي مثلا بيلعبوا اوقات طابت جولف او مثلا طابت بين بون او جولف او هيك، بيقدروا تكون مثلا البوات تكون مطرح للرانجمون. مثلا هون عم نشوف كيف فينا نحط فيهم تين مثلا لما نكون عم ببيعوا قصص. قبل فرجيتك كمان ديسان دو تاب بالشتل، هون معمولين بفلور، يعني شوفي كمان كيف فينا نزين يعني بطريقه كثير حلوه. هيدي كمان مهضومه. هلا في العاب كثير لاولاد صغار، مثلا هون باينه بالكرتونه تراكتور بس لونوا عليه تراكتور بوستا 100%. هون ايماجيناسيون شوي زياده، بس انه مبينه معموله مثل كاميرا عم بصور او ضببها فيها. في اوقات ديماسك مثلا او كثير غراض بنعملوا فيهم، والرانجمون كثير مهم، يعني مثلا هون بتطلعي انواع الطبشور كلها، في ناس بحطوا بات امودلي فيها، فهول كلهم افكار مهضومه. ما بعرف اذا هيدا انا عقدي النفسيه تبع كل شيء اسمه براغي، وهول يعني قد ما بدهم ضايعين وميلانجي بعضهم، فهيدا بركي طريقه يعني تتعلم 100%. بيرجع في عنا كثير اساس بعد فينا نعملهم، مثل كمان الساندوتاب بس انه بطريقه ثانيه. على كريسمس في اشخاص بيعملوا السابان بكرتون كلها سوا، هلا هول بياكلوا كثير بيض بيكونوا، بس انه بمطعم مثلا. هون كمان عم نشوف كمان ديلومينير وقصص معموله كمان كلها بكرتون بيض، يعني فبعد تشوفي هلا بعد دافي افكار، يعني مثلا هون اكثر اكستريم، بس هون مبينه كمان كيف ينعملوا فيهم. عم تحبيهم ستيفاني؟ كثير مهضومين. هلا هون كمان مبينه كيفيه،
رح كمل هون استوديو تسجيل لان ابارامون لا في ما بعرف انت بتعرف اكثر مني بس كرمال الصدى كرمال الصوت والصدى ابارامون انا بعرف انه انت كنت دي جي صح؟ صح هي معلومات صح كنت كثير سجل صوتي الحديد هلا بسجل صوتي لدعايات بقى دائما بنشوف باستوديوهات التسجيل هلا صار في غير قصص كمان عم بحطوا نحن محظوظين نسمع صوتك فهول كمان مبينين كمان كيف ليك هيدي شغله مهضومه انعملت لديزاين وخاصه لفقره البيت من برا كله كان معمول هيك كمان امريكا بكرتون بيت كله سوا البيت هلا هون رح نروح على ليفل كثير عالي شوف اذا رح تحبي يعني هن الارتست ليك شو بيعملوا هيدي كلها سوا رح تشوفها بعد شوي هيدي انعملوا ب 2008 وكذا مره بعدون شو هي؟ هيدي كلها اذا واحد بيرجع هلا بيطلع عليهم عن قريب هيك من بعيد عم تشوفها لما نقرب بنشوف مثلا جوكوند بس معموله موناليزا مثلا بلونوهم بالكرتونه كلها ففرجيك كثير صور من يلي بيعملهم هون اسمه اد كرون هو كان المفروض يكون عمره ب 50 سنه بيعمل قصص كثير مهمين كلها بالبيت هون عم تشوفي كذا حدا كثير مشهور كله اسمه ارت اوف ريسايكلينج هذا بس على الـ على الـ الكرتون تبع البيت 3 دي بيطلعوا اي هلا هون جابي مثلا بتصور انه ما بيرجعوا بينكبوا يعني هول معمولين قصص حلوه ف ما بعرف حلوين جابي المخرج بنبعث له تحيه صح هول بالنسبه شو فينا نعمل بالكراتين هول كل الاساس اللي حكينا كل هالاساس يعني كيف نحن فينا ما نكب الكراتين هلا شغله كثير كمان مهمه يعني نحن كمان في كثير انواع بيض بتعرفي وعلى باك في كثير بيض شو فينا نعمل فيهم البيضه بحد ذاتها كثير 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 غنيه بالكالسيوم والكالسيوم فيها نستعمله لكثير اساس هلا هون سيقول اكل البيضه وقشرتها 100% ولا هيدي ليش اول فكرتين انا عم بقولهم كنت مأكد انه لما رح اقول لك اياهم انت رح تقولي لي اكيد انت ما بتعمليهم بس رح نخبركم يلا يلي هن في كثير ناس بيجيبوا قشره البيضه بهرمون كثير هيك صغير بيستعملون ماسكات لوجههم ويستعملون على جلدتهم نو ما بعملها فابارامون كثير اشخاص بيستعملوها وشغله كثير معروفه هلا الشغله الثانيه ما بعرف اذا ما قلت عمليها يلي ابارامون كمان لما نهرمها كثير للبينا مثل ما بنشوف هون نو واي لا بس ما خبرتك عن شو الريحه ما هي بتروح الريحه لما نشربها بحطوهم بالقهوه قبل ما نشرب لانه بتخلي القهوه تصير طيبه اكثر نو واي نو واي هي كمان ما هيدي انا هلا هول بتصور ما عندك مشكله معهم بس انه نحطهم بالطبيعه 100% يلي اول شغله كثير مهمه انه قشره البيضه تستعمل كفيرتلايزر اوكي هيدي كمان شغله مهمه لانه فيها كالسيوم تعلمتها منك فهيدي الشغله، ثاني شغله فينا نستعملها كبيست كنترول يعني كثير مطارح لما نحط نحن قشره البيضه بالزراعه مثلا في هلا هو اسمه روسيت دو بون مير اكيد في مثلا امراض فطريه حتى امراض فطريه بتقدر كمان تبعد عنهم ويلي بدهم يبعدوا البسينات عن زراعتهم فيهم يحطوا قشره بيض كمان ابارما ما بحبوا الريحه تبعهم سو هيدا كله مستعمل حتى في ناس بحطوا اللي عندهم امراض كثير بتجي على اللوز والدراء بلبنان بحطوا قشره البيض بقلب مثل كلسات وبحطوه حد شجرة لأن ببعد بعد من الأمراض. هذه الصورة هلا بنشوفها مهمة كمان كيف أوقات لما نكون زراعين بوتاجي أو بدنا البذر يفرخ ما يفوت لجوا مثلا الليماس أو بسينات وهيك بحطوا قشر البيض من برا أو حتى هون بحطوهم هيك من برا ليبعدوا الحشرات تلا ما تعطي ما رح تطلع ريحة بقلب ال هيدي أرض الشوكة مسقبة هون. كمان هيدا مهمة لأنه في ناس بيجيبوا البيض كمان بيرجعوا بالقشر تبعهم بيرجعوا بطعموه للدجاج تبعهم لأنه بيرجعوا هي سورس لكالسيوم كثير قوية فمشان هيك كمان مستعملة بهيدي الطريقة هون شغلة مهضومة هيدا الأبيض يلي بيكون بقلب قشرة البيض من جوا إذا واحد جرح حاله بيقدر ما عنده بندج أو هيك بيقدر يلفها برا ما بتوقف وبتطهر كمان الدم وهيك أساس شغله كمان هون عم نشوف كيف نقدر نحن نلون البيض بطريقه بيئيه وتاختم شغله كمان مهمه يلي لما نكون عندنا كومبوست عم نعمله بالبيت او على نطاق اوسع فانا ما كمان قشره البيض جواتها بتقدر تساعد كثير الكومبوست انه يكون احسن ومعمول منيح لانه هي سورس لكالسيوم خليني بعد فرجي على السريع انه حتى البيض البلاستيك بيكون يعني هو في كثير اخبار فيهم بينعملوا عم شوف كيف وفينا نزرع كمان بالبيت هو بعد الافكار لليوم اذا حبوا شي فكره وعندهم فكره ثانيه فيهم يبعثوا لنا صور نفرجيهم السبت الجاي بكون كمان كثير منيح فيري جود نرجع بنشوفك السبت على راد لا الخميس لا السبت ما منشر
اوكي مشاهدينا وقفه من تابع العالم.